محطتنا تالية مع عالم الجمال، وبعد انتشار موضة التاتو بشكل واسع مؤخرا سواء للأغراض التجميلية كرسم الحواجب والحصول على مكياج دائم وتزيين الجسم برسمات وكلمات مختلفة، أو للأغراض الطبية كعلاج أو لتغطية أماكن الحروق وغيرها. طبعا كثير من النساء بيرغبوا بخوض التجربة، أكيد صار تجربة التاتو كل الدنيا جربتها. أكيد ما حدا ما جرب التاتو وخاض هيدا التجربة ليحصل على تاتو جسم ممكن أو حتى الحواجب ورسمة دائمة. أحياناً الرسمات بتكون بشكل مرعب، بحبوها هيك. في تقنية جديدة اسمها المايكرو بيلدينج يلي عطت نتائج التاتو نفسها لكن تأثيرها مؤقت. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو دانيا البواب، خبيرة تجميل إقليمية. يسعد صباحك دانيا. صباح الجمال. تسلمي، صباح الخير. صباح الخير عن جديد، اهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي اليوم عن شيء غزل الدنيا، خلينا نقول التاتو اليوم تقنيه جديده المايكرو بيلدينج. خلينا نحكي عن الفرق بيناتهم. الفرق بين المايكرو بليدينج والتاتو العادي. التاتو العادي مثل ما نحن كلنا بنعرفه يلي هو بيجي منلون الحاجب بشكل كامل، بينما المايكرو بليدينج تقنيته كمادة كأداة بتختلف، وكمظهر على الوجه كمان بيختلف اللي هو تكنيك الشعرة شعرة. فهو كتير طبيعي، كتير من الأشخاص ما بيعرفوا إنه معمل لهم مايكرو بليدينج. والأداة تبع المايكرو بليدينج هي عبارة عن شفرة، بينما الأداة أو المكنة تبع التاتو العادي هي مكنة إبر عم تفوت بشكل أعمق للبشرة وإبر عم تطلع وتفوت للبشرة. نعم، يعني دانيا يمكن تقنية المايكرو بيلدينج كنا عم نحكي عنها تحت الهواء هي تقنية ما جديدة، هي تقنية قديمة. مزبوط. ولكن يمكن نحن كحدا مثلا ما كتير كنا نهتم بهدي القصص، فنحن كنا نشوف التاتو العادي كان دارج التاتو. مزبوط. العادي، وتقنية المايكرو بيلدينج كان وصلتنا شوي متأخرة ولكن هي موجودة. خلينا نحكي عنها. المايكرو بليدينج بلش من 25 سنة، بلشت بآسيا هاي التقنية، وظهرت بلشت تظهر ب 2015 وقت بلشوا الهوليوود الممثلين بهوليوود بكاليفورنيا بلشوا يستعملوها، بلشت تظهر على السوشيال ميديا، هون بلشنا نحن نعرف فيها وبلشت تصل لعنا ونستخدمها. بس وقال لها هي ما جديد، منه جديد. نعم. يس. بتشوفي انه البنات كثير عم يرقبوا لها اليوم؟ يس يس ديفينتلي، لانه عم بيعطي هالجمال الطبيعي. والجمال فيه انه التاتو العادي لما يبلش يفتح بتلاقي اللون بلش يتغير معنا، شيء اخضر، شيء على موف، رمادي، حسب الحبر يلي حسب الحبر المحطوط بالبشره. بينما المايكرو بليدينج وقت يبلش يفتح بتلاقيه بلش يفتح يخف اللون، واذا ما بتعملي له رتوش فهو بيختفي وكانك ما عملتي بحياتك تاتو ولا بيخلي اثر. بس هو المفروض يكون في شعر عند الصبيه. بيطلع طبيعي اكثر وقت يتواجد الشعر. يس بيطلع طبيعي اكثر. نعم، يعني مثل ما حكيتي عده امور بتقنيه المايكرو بيلدينج يمكن للطبيعي مايل للطبيعي اكثر. يمكن هلا رح نشوف بعض الصور رح نعرضها هلا للمشاهدين، ورح انت تسلطي لنا هيك الضوء عليها شوي تحكي لنا عن النقاط فيها. ما بعرف اذا الصور جهزت، حنعرض هلا الصور. بلشت الصور تنعرض. yes. هيدا الحواجب. تفضلي. yes. هلا في الاشخاص يلي بننصحهم يعملوا المايكرو بليدينج هن الاشخاص يلي اول شيء بيستخدموا كثير وقت طويل وهن ورا المرايه لحتى يضبطوا كل يوم حواجبهم، الاشخاص يلي في عندهم اختلاف بالحواجب، أغلبية الصبايا في عندها حاجب أعلى من حاجب تماما، الأشخاص يلي حواجبها ملانة بس في عندها بعض الفراغات الفاضية، فأنتي بتجي بتعبي لها هالفراغات وبيبين كأنه حواجبها الطبيعيين. هيدا الصورة الأولى يمكن فرح يمكن عم نشوفها. هنتقل كمان لصورة تانية بنشرح أكثر. هون بنقدر نشوف كيف مع العمر بتخف نسبة الشعر بالحواجب، ممكن تكون الصبية كانت تنتف كتير حواجبها ما عادوا طلعوا الشعرات، فهون عم نزيد يعني بتزيدي رسمة الحواجب تعطيها الفول لوك وبتخففي لها من كبر عمره، لانه وقت يرفع الحاجب بيعطي عمر للشخص. صحيح، مثل ما عم نشوف يعني فرح لكي شلون خفيف
هون يمكن خفيف كثير السالي. هون هي السيده كمان اذا فهي نفسها هي السيده كيف كانوا حواجبها قبل بشكل رفيع عطوها بيعطوا عمر اكبر لها لما عملها المايكرو بليدنج ضلت بشكل طبيعي. هون نقدر نشوف كيف ناخذ المقاسات. في مقاسات لكل حاجب، ما في شيء اسمه موضه بيمشي على الكل. صحيح. بالعرض بالطول في شيء شو بيمشي على وجه للسيده، فبيتاخذ المقاسات لكل شخص وبينعمل. معنا هالصبيه كانت عملت تاتو قديم كثير مح وحبت انه تعمل المايكرو بليدنج، هون بيزبط عملنا يعني لانه صار كثير فاتح خفيف. اما اذا كان غامق يمكن اذا كان غامق بدنا نضطر نحن نشيل التاتو القديم وبينشال فعلا، لانه في كثير عالم بيقولوا انه مستحيل تاتو ينشال. بينشال بس بينشال مو بطريقه انه ندق تاتو بيج فوق الحاجب، لا، في هي ماده خصوصي بندقها بالبشره اللي هي بتسحب اللون وما بتخلي اي اثر للتاتو ولا بتخلي يضل علام انه كان في تاتو قديم او تاذي البشره. فهي كمان تقنيه كيف كمان الحبر دانيا بيلعب دور كمان. أكيد. عم نشوف هون السيده. هون السيده حتى الحاجب هون عندها كانت شبه معدوم شبه ما في حاجب، كانت عامله هذا اريح شيء بالشغل. كانت عامله تاتو قديم التاتو العادي. نعم. ولسبب ما تسممت بشرتها وهر كل الشعره وما ضل ما علق التاتو، فهون عملنا لها المايكرو. كان رجعنا ايضا للصوره الاولى. طبعا بالمايكرو بليدنج لازم نعرف انه ممنوع نمشي فوق شامه، ما بنقدر نشتغل فوق شامه، فالاشخاص اللي عندهم شامه بنص الحاجب ممنوع منعم باتن نمشي فوق. قد هي مهمه ننوه عليها فرح للكل يلي عم يشتغلوا بالتاتو انه ممكن يعمل كانسر او شيء. ايه خلينا نحكي على هيدي النقطه انه قبل ما نعمل تاتو خلينا نفحص الحاجب وندغري نحطها للصبيه وننزل. تفضلي. اكيد. فاي شامه او في عندهم خال يلي بيطلع من الشامه شعره حبه يفضل ما ندقر ولا نمرق لا بإبرة التاتو أو شفرة المايكرو بليدينج فوق الحاجب، لأنه ممكن يكون حبة عادية نحن نسبب لها تفاعلات ويصير فيها مشاكل ثانية يلي هنا نحن بغنى عنها. اليوم قد ايه بتشوفي انه تقنية المايكرو اليوم عم تكون حل كثير من البنات يلي بيحبوا كثير المظهر الطبيعي وبحبوا انه يمكن اوقات بيحبوا الحواجب العريضة بس ما بدهم يلجأوا للتاتو لأنه فعلا بغير كل شكل الوجه؟ 100% انقذت كثير عالم، فرحت كثير صبايا. ومثل ما عم بقول لك يعني اذا مرقت موضه انه هلا نحن نعرض شوي حواجبنا وحبوا يعملوها، فهي بعد سنه اذا ما بيعملوا رتوش بتخف وبتصل لمرحله بيختفي، فاذا حبوا يغيروا موديل حواجبهم لقدام بيقدروا بلا ما يضل هالمعاناه انه معلم التاتو وما بعرف شو بدي اعمل فيه. الاشخاص اللي ما بنقدر نعمل لهم المايكرو بليدنج او التاتو هن الحوامل، المرضعات، الاشخاص يلي عندهم التاتو القديم ومعلم. فانا ما بقدر اجي الا ايه بقدر اعمل لك مايكرو بليدنج وبيطلع كثير حلو، لانه متى ما اشهر بيضيع يعني ما عاد تبين جماليه ظهور الشعره شعره. بيبين بس انه غمق الحاجب. دانيا يمكن بحكم خبرتك بحكم شغلك دائما بس تشوفي وجه قدامك فانت بتعرفي شو بده على الطاير. هيدا خبره سبحان الله. احيانا بتجي الصبيه انا مثلا بحب حواجب فرح، انا بحبهم الحواجب فرح بدي مثلهم كنا بيصير بدي مثلهم الحواجب فرح. ما بيلبقوا لك انه انت كل وجه له رسمه. قد ايه مهم انه انت رح تعطي رايك للصبيه اللي جاي تعمل تاتو حواجب، خاصه الحواجب هن مرايه. قديش مهم انه كمان تقتنع انه حبيبتي ما بيناسبك، انت بتحبي بس هو ما بيناسبك. قديش مهم ممكن احيانا ما تشتغلي كونه انت ما بتشتغلي شيء مثلا. اكيد بشع. اكيد 100% اكيد، لانه لما حدا يشوف هالشغل ويقول له مين عامل لك واخر شيء يلفظ اسمي ويطلع الشغل بشع فانا ضربت اسمي، فاكيد الشيء غلط ما بعمله. مثل ما شفتي بوحده من الصور كنت راسمه الحاجب واخذ المقاسات، فلو حتى اجتني قالت لي مثلا انا بدي حواجبي مثل فلانه مثل هالفنانه، في كثير بيجيني هدول التعليقات. الحواجب هن مثل برواز لهالصوره الحلوه اللي عنا اياها، فاذا هالبرواز كان شكله غلط بيغير لنا كل جمال وجهنا.
مشان هيك لكل وجه له مقاسات معينة من وين لازم يبدأ الحاجب وين لازم ينتهي، لأنه إذا قربوا الحواجب على بعض بيعطينا منظر نحن معصبين، وإذا طولوا الحواجب زيادة عن اللزوم بيسلط الوجه بيعطينا عمر. ففي مقاسات معينة وبرسم الحاجب للشكل يلي أنا بشوفه بيناسبه، حبته بلشنا بالشغل، ما حبته بنرجع بنغير الرسمة لحتى أنا وياها نقتنع نصل لحل ونقتنع قبل ما نبلش بالتاتو. في شيء يمكن حسيت فيه سالي إنه لما شفنا اليوم الصور عم تميلي دائما للحواجب الرفيعة أو الوسط خلينا نقول، عم تبعدي كتير عن الحواجب العريضة، ليه؟ إنه هي يمكن خلصت موضتها أو أنت ما بتفضليها على الوجه، أو يمكن إذا كان في تعديل تقدري تعدلي عليه، شو السبب؟ صراحة ما عم باخدها قاعدة دائما انه رفيع او ميديوم حسب الوجه اللي عندي، بس بالاجمال اذا كان الصبية عندها جبين عريض فنحن بنقدر نعرض، بس اذا ما له متواجد الجبين ما بنقدر ناخد هالسماكة بالحاجب، لانه اولا اذا بدنا نعرض فنحن بنطلع بطلوع ما بننزل بنزول بسماكة الحاجب عشان ما تهبط العين، ما يهبط الحاجب ويصغر لنا العين، فنحن نطلع بطلوع بالسماكه، فحسب مساحه الجبين وقد ايه انا بقدر اخذ راحتي بالتعريض وقد ايه رغبتها للزبونه كمان بهالشيء هذا. قديش مهم هذا الحديث، وخاصه مو كل مين عمل او اشتغل تاتو فهو اي حدا ممكن يمسك ابره، ولكن في تقنيات معينه مشان الوجه ما يتشوه. نرجع منعيد، الحواجب هن مرايه الوجه لاي حد، نحن عم نكون ايضا دقيقين باختيار الاحبار يلي عم نحطها، الاحبار القديمه يمكن هلا كنا عم نحكي عنها، عم تعمل احيانا بيوصل الحاجب للون غير الرمادي على خضر، هذا القديمين الحبر القديم. قدامهم ايضا انتقاء الالوان والاحبار المناسبه للون الشعر ولون البشره 100%. هذا الشيء لانه اول شيء هي المواد من وين عم نجيبها، ولازم نعرف تأثيره لما يفتح كيف عم بيفتح. تاني شيء لما نجي نختار اللون بنحطه على الجبين، إذا عندي مثلا لونين محتارة فيهم بنحطهم على الجبين وبنشوف شو الأقرب للشعر. نحن دائما بنحاول نخلي لون الحاجب قريب للشعر، ما تجينا واحدة شقرة 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 وتجي نعملها مثلا حواجب سود سود. ونقطة الأسود هذا ممنوع منعا باتا نستعمل اللون الأسود على الحواجب. أول شيء ما بيعطينا مظهر طبيعي، ثاني شيء لما يفتح بيقلب على زراء. انت تخيلي الوجه بلا مكياج كيف حواجبه، يعني ابدا ممنوع من عم باتا. في عنا اغمق درجات البني يلي هي لو حتى الصبيه شعرها اسود بيطلع حلو عليها. من قوانين الجمال الطبيعي الحواجب بيكونوا اغمق بدرجه من لون الشعر تماما، ولكن ما يكون فرق كتير كبير. كتير كبير تماما. بتقدري اليوم يمكن تعملي تعديل أو تصليح لأي صبية متضايقة كتير يمكن من شكل حواجبها، بتحسي إنه ممكن تنالي نسبة النجاح فيها 100% إنه فعلا توصلي لشكل بيرضي، إنه كلياتنا بنعرف أو بنسمع إنه التاتو خلص عملنا ما بقى نقدر نعدل فيه؟ إذا كان في مجال للتعديل كرسمة ممكن نعدل، إذا في المشكلة هي اللون فأنا ممكن أخلط ألوان لحتى صحح اللون الموجود إذا حابة رسمتها، بس إذا الرسمة من الأساس ما أنا حاببتها ما برجع بعيد فوقها. يعني إذا أنا عندي المشكلة هي الرسمة واللون فأنا ما برجع بعيد أو بصحح اللون التاتو وارجع عدل الرسمة اللي هي من الأساس مو حاببتها، فهون أنا بلتجئ للإزالة. تمام دانيا، يمكن احنا اخذنا وقت كثير بالتاتو ما حكينا عن نقطه كثير مهمه هي العنايه بعد التاتو. بتعملي لها للصبيه تاتو بتقولي لها حطي فسدين فازلين اللي انتم بتلاقوه مناسب، فبتهمل هذا الشيء، النتيجه بتفرق. خلينا نحكي عن العنايه بعد التاتو. العنايه بعد التاتو يفضل لمده 3 ايام ما يجي مي لحتى ينشف منيح الجرح، لأنه بدنا نعتبره هو مثل لما تجرحي إيدك أي جرح كيف بدك تحافظي عليه، فيفضل ينشف الجرح من بعد المي. إذا اضطرينا نتحمى بهالثلاث أيام فنحن ما نحاول المي تضخ بشكل مباشر على وجهنا.
تاني نقطة نحط كريم، ممكن الفازلين أو في شيء بنعطيه اسمه سكين واكس اللي هو مثل الفازلين. فيه أنتيبيوتيك؟ منا أنتيبيوتيك، ما ضروري للأنتيبيوتيك ولا ضروري للفوسيدين. إذا أنت موادك نظيفة، يعني من أهم نقط إنه الشفرة أو الإبرة تنفتح قدام الزبونة ويكون كل شيء معقم ولابسين الكفوف وكل شيء جديد، فما المفروض يصير اي التهابات. فهو بيكفينا نستعمل السكين واكس او الفازلين الكريم المرطب ليرطب منطقه الحاجب. بين ما نرتب بين المرحله، يعني يفضل نحط الكريم صبح ظهر مساء، بين الصبح والظهر قبل ما نرجع نعمل العمليه الثانيه بالترطيب، نمسك قطنه مع ميه شرب نمسح الحاجب لحتى اي غبره كانت علقانه عليه ننظفها ونرجع ننشفها ونحط مره ثانيه الفازلين او الكريم. ما نتعرض للشمس، لانه الشمس بتاذي لون الحبر، مثل الكنزة السوداء لما تغسليها وتنشريها بالشمس كيف بيبوخ لونها، فنفس المبدا الشمس بيأذي لون الحبر، فمنحاول نتفادى نتعرض للشمس. وهي الحالات اللي عم بحكيها بس لبين ما يقشر الحاجب، متى ما قشر فانت حره تتصرفي بشكل طبيعي. كمان من القصص اللي لازم نتجنبها انه لما يبلش يقشر الحاجب ما نجي نحن نمسك القشرة ونقشرها، لأنه كمان بيأثر على اللون. كمان إذا بدنا نحكي عن الرتوش، قديه بتفضلي تكون الفترة وسطياً بين التاتو وبين الرتوش؟ لازم ننطر شهر كامل مو قبل لحتى يلحم الجرح 100%، بعدين بنعمل رتوشات. عم بتصير في اخطاء شائعه يلي هي بتيجي بتقول لك بعد 15 يوم تعي لعندي لاعمل لك، احيانا عم نسمع بهي الحاله ما بيكون لحم الجرح، انت عم ترجعي هون تفتحي جرح منه لاحم، يعني هون بتعرضي الحاجب لالتهابات لمشاكل بغنى عنها. فمننطر 100% 30 يوم، وبعدين ممكن نتاخر عن 30 يوم ما في عندنا مشكله، بس مو قبل 30 مقبل. يوم. نعم، يعني هلا لكل صبيه عم بتتابعنا وبيهمها هذا الموضوع، نصائح ممكن تنصحيها اياها اذا ما كانت عامله تاتو قبل، او اذا عامله وحابه هيك تعدل، قديش مهم تعرف كيف تختار، تستشير الاخصائيه اللي بدها تعملها، ما تجيب صوره من اي مجله وتعملها ستاندر انه خلص هي بدنا نحن نطبق عليها. نصائح لك الاصبايا بنصحهم ديفينتلي انه يشوفوا الشغل قبل ما، يعني مو بس بالسمع انه فلان كثير منيح شغله، يشوفوا شغله يتاكدوا 100%. لانه التاتو هو شيء بيضل على الوجه، ما بدنا نشوه حالنا. الميك اب عملناه ما حبيناه غسلنا وجهنا، بس التاتو هو شيء دائم على الوجه، فخلينا نتاكد من الارتست اللي عم بيشتغلنا، نتاكد من المواد والنظافه. انا مع الجمال الطبيعي، فبنصح الصبايا اللي مو عاملين يلتجوا للم، لانه هو شيء طبيعي. دانيا بدنا نشكرك كثير بوجودك معنا على المعلومات اللي قدمتيها، ان شاء الله بيكون لنا وقفات ثانيه بمواضيع اخرى. شكرا كثير لوجودك. شكرا لك.